السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كويكو. اليوم ان شاء الله نوجدوا الكابويا بلاصوص طوماط. هيا كيفية تجي سهلة وخفيفة للصيف. نظرت للطلبات اللي طلبوها مني باش ندير لهم كيفية خفيفة، نستجب للطلبات تاعهم. هيا غير الكابويا نقوها، نقسموها اون دو، نديرها غير شوية ملح باش تطلق الماء تاعها، ونحمو الزيت في الكاسرول ونرمو الكابويا تاعنا غير شوية. بسم الله، نرمو قاع هاد الكمية ونقصو عليها قاع ونخلوها تنقلى. أونتخيطو نزيدو لاصوص طوماط غير بالثوم والملح والخروف، وكي تنقلى مليح نديرو لاصوص طوماط مع الكابويا. نخلوها تنقلى حتى يدوب قاع ونزيدو لاصوص طوماط. لاصوص طوماط فيها غير الثوم والطوماط تاعها. كابويا تاعنا هي راهي تنقلى، شوف كيف تبدا لنا، ولاصوص هاي طيبين على جهة. أنا زدت شوية خروف هنا، يبغي الدوق تاع الخروية يزيد، لي ميبغيش سي با لا بان يزيدها. ولاصوص طوماط هاني نقولكم أنا منبغيش نرافي لاصوص الطوماطيس، نبغي نخليها هاكا ديك تيدي. ودرت لها الثوم، كي تقلى الثوم رميت الطوماطيس ودرت لها الملح والخروف. كي تطيب لاصوص طوماط وطيب الكابويا خلطوهم مع بعض. الكابويا تاعنا هيا قلات، ما تنقصولهاش النار، لو كان تنقصولها النار غادي تذوب وتفتت. خلوه على نار قوية تتنقلع. هيا لولت تقريبا معاهم، ولاصوص تاعنا هي طابت. من بعد درت لها غير شوية طوماطيس كونسونطري وفلفلة حمراء وشوية ماء باش تجي لاصوص ثقيلة وشابة. نكبوها نخلوها غير كالكو مينيت غير قد ما تشرب هذيك لاصوص، ونطفو عليها. راكم خلوها غير شويه قد ما تتشرب هذيك. انا زدت لها شويه كرويه، نبغي الكو تاع كرويه الكابويا، وكاين اللي يبغي لكم كل واحد، واللي ما يبغيهمش بزوج يدير غير الملح والخروف. والطبق تاعنا راه واجد ها هو، نرافقوه مع حوت كيما سردينا انا لقيتها، وانا درت لها الشرموله تاعها خاصها غير مع دلوس، ويجي فطور خفيف للصيف ومع سلطه وتاكلوا بالصحه والنشاط. وريكم طريقه من احدى الطرق تاع السردينه اللي نقلوها. قلت لكم هاي السردينه نقيناها وشرمناها، من بعد نحلوها بهذه الطريقه. حبه تاع السردينه نحلوها كيما نهار، ونبدو منا نقطعوا الصرصور تاع الظهر تاعها ونرمدوها. هاد الخطره نرمدوها في السميد راهي تجي بنينه، ونرموها في المقله. هيا ديجا راني مليت انا حطيت. هذه احدى الطرق اللي تجي نعمروها بالشرموله بالشرموله تاعها، ودلعوها اون دو وديروها فرينه ونقلوها. كاين نقلوها بالحب، كاين حب حب الفرينه. كاين هذه الطريقه كاين تجي شابه تجي بنينه ما تجيش وتجي خفيفه. نعاود نوريكم حبه في الدقيقه ثاني كيفاش تحلوها. السردينة اللي كنا باغي نديروها كفتة كفتة زعما بلاصوص طوماط، نقلعو لها هاد الصرصور تاع الظهر هذا، ونزيدو نقلعوها الصرصور تاع الظهر تاني تخلاني. بصح كنا غادي نقلوها غير كيما قليناها سي با لابان، نقلعو لها هذا هذا ها هو الصرصور هذا هذا في الكفتة يجيف، بصح في هذا الاخر غادي يقعد باين. ونقدو كي نجيو ناكلو نقلعو. كاين الطرق الاخرى قلت لكم نديرو الشرموله ونقفلوها على زوج ونقلوها، من بعد نوريها لكم ان شاء الله. وهذه كملت نكملو السردينه تاعنا. نورمالمون نقلبو السردينه نقلعو لها كاع خووها نستفوها في بلا ونبداو نقلو. انا كملنا الحوت تاعنا ها هو قليناه، كاين اللي قليناه هكا محلو، كاين اللي خليته نورمال قليته. وكي نكملو لكان الزيت عاد كينا نورمال ماشي محروق وماشي كحل وما فيش تحت الرسوبات،
ندير لكم هاد لاستيس باش تجيكم السردينه بنينه بزاف الشرموله. هو نقطعوا البصل ديبتيدي غير كيك ولا الرابو والثوم، واللي عند اللي يبغي الحار يزيد يقطع جويه ملح، شويه ملح شويه حروش شويه فلفله حمراء وشويه كمون، ونديروا الشرموله اللي كانت باقيه في الحوت ديجا في الباسينه من تحت، تاع يكون فيها الثوم والمعدنوس مقطع والخل وكل شيء نديرو هنايا. هذه الشرموله تاع حوت تجي بنينه بزاف، رفقوها مع الحوت، خلو كاع هاد لاخر يذبل. كي تبان البصل مليح غير في الزيت تاع الحوت اللي قلينا، كي تبان البصل مليح كي كاع يذوب نزيدو لها الخل. وقلت لكم اللي يبغي الحار يزيد، غير نديرو الخل نطفو الكاط. يمين الاحسن تجي حاره، بصح كاين اللي ما يبغيش الحار. خلو تاي خلا البصل، واللي ما يبغيش البصل يدير غير الثوم، ماشي مشكله غير الثوم وحده. هذه ماشي لاصوص طوماط مع الحوت، هذه غير شرموله تجي بنينه بزاف مع الحوت. نقصوا له شويه الكاز ونخلوه كي يذبل، نديروا له غير الخل. ها هو تاع الشرموله تاعنا راه كاع ذبل وطاب، كي يطيب نديروا له الخل. غالية ولا زوج، خلو غير تشعل من النار غير بشوية، من بعد المقلاه وخلوها الزعر تاع الخل مع النار غادي يشعل. ديرو غير هكا، خلوها تغلي شوية. اللي يبغي يدير اللين ما يبغيش الخل يقدر يدير اللين، بصح هي بالخل تجي بنينة بزاف. ومادام لاصوص حامية نصفو بها الحوت. إذا بيا تجربوا هاد الوصفة تجي بنينة بزاف مع السردينة، سيغتو مين تكون حارة. طبق تاع الحوت تاعنا ها ولا واجد، كاين اللي حليته كيما وريتلكم حبة حليتها وقليتها، وكاين اللي خليتهم هاكا. وهاد لاصوص تجي بنينة بزاف، وهاي الكابوية اللي وجدناها بلاصوص طوماط، بزوج انواع تاع خضره تاع كابويا طوماطي، نديرو طبق شباب. وانا الهدف تاعي من هاد لاشين كويكوك هو الطياب والبنه معاه، تاكلوها بالصحه والهنا. ومادا بيا تسيوها سيختو هاد الشرموله مع السردينه، راه السردينه متوفره، ولي جربها يقول لي كيفاش جاته، ويدير لي جيم وابوني وتاكلوه بالصحه والهنا. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want when I come through.